سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فنعيش مع الجزء الأخير من هذه السورة، سورة النجم، وفيها من الوقفات التدبرية والعلمية والتربوية ما نحن بأمس الحاجة إليه. والسورة كما ذكرت من أولها تدور على رد شبه الكفار وتعيب آلهتهم، وتبين أن الملك لله جل وعلا، وهذا واضح في دلالتها من أولها إلى آخرها. نستمع الآن إلى المقطع الأخير ثم نقف مع ما تيسر بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى؟ أعنده علم الغيب فهو يرى؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ وإبراهيم الذي وفى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى؟ هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون؟ وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. الحمد لله،
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فائدة بالنسبة للسجدة: الحكم إذا كنت تستمع إلى من بجوارك، أو نأخذها مسألة مسألة، إذا كنت أنت تقرأ القرآن وجاءت أو جاء موضع سجدة، فإن السنة أن تسجد، سواء كنت على طهارة أو على غير طهارة، بل ذكر بعض العلماء أنه غير القبلة، لأنهم كانوا محيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم حلقة، فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا، فأكيد أن بعضهم إلى غير القبلة. ثانيا، هل هي صلاة أو ليست بصلاة؟ خلاف بين العلماء، والقول الراجح أنها ليست بصلاة، ولذلك لا يشترط لها الوضوء. وأرجح الأقوال فيها أنك أيضا لا تكبر، تسجد مباشرة وتقوم ولا تسلم، هذه أرجح الأقوال، وإلا فيها عدة الأقوال لا يتسع الوقت للتفصيل فيها، وتدعو فيها بما تشاء. المسألة الثانية أنك إذا كنت تستمع لقارئ مثلا بجوارك، قارئ بجوارك، فإن سجد فاسجد، إن لم يسجد فلا تسجد، لأنه هو الإمام. ولذلك مر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن ثابت: ولم يسجد فلم يسجدوا. المسألة الثالثة: أكون أنت تستمع للتسجيل مثل هذا، فالصحيح أنه لا يشرع السجود، بل سئل شيخنا الشيخ صالح الفوزان وكذلك غيره، فسمعت جوابه، فقال من باب الطرافة: إن سجد المسجل فاسجد. قالوا: هل نسجد يا شيخ؟ قال: إن سجد المسجل فاسجد، لأنه كإمام، المسجل لا يسجد. فهذا من باب التعليم اللطيف. فالصحيح أنه لا يسجد إلا إذا كنت أنت القارئ أو من بجوارك أو الإمام، والله أعلم. يقول الله جل وعلا: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ما المقصود بالإعراض؟ هل الأول أن الخطاب هل موجه للنبي صلى الله عليه وسلم أو موجه للمسلمين عموما؟ قولان، والراجح أنه موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاء أيضا هو موجه لكل مسلم. ما معنى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا؟ هل أنت تعرض عنه أي لا تنصحه، لا تدعوه؟ لا، المقصود به أعرض عنه لا يشغلك، لا تحزن، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. فهذا هو المعرض. أما الدعوة فتكون للمقبل وغير المقبل. فذكر إن نفعت الذكرى، ذكر العلماء أنه قال: فذكر وإن لم تنفع الذكرى، لست عليهم بمسيطر. فإنما النبي صلى الله عليه وسلم مذكر، قبل أو لم يقبل، فعل على الرسل إلا البلاغ المبين. إذن فإن الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقد لا تنفع غيرهم، فدفعا لللبس. وقد يستدل بها البعض لأنه لا يدعو من عرف بالعتو والطغيان، لا، وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لعلهم قد يتقي ولو بعد حين، قد لا أسمع منك اليوم، أسمع منك غدا، المهم أنك أنت تبلغ رسالة الله جل وعلا. ولكن المراد فأعرض عن الإعراض هو عدم الحزن، لأن الحزن والتأثر لعدم استجابته قد يعرقلك في الدعوة. وهذه حقيقة الانتصار. الانتصار أن تبلغ رسالة الله جل وعلا كما أمر الله على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا، هذا هو الانتصار العظيم. أما الاستجابة فليست لنا، بل من رحمة الله جل وعلا بنا أنه لم يجعل مقاييس أجورنا باستجابة الناس لنا. لأن النبي يأتي يوم القيامة مع الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، ومع ذلك فقد حكم الله جل وعلا بانتصاره: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. ذكر الإمام ابن جرير الطبري قال: الانتصار هنا هو بالحجة والبرهان، أي بتبليغ رسالة الله جل وعلا، هذا هو الانتصار، والثبات على ذلك وعلى المنهج الصحيح حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. يقول: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أي همه هي الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهم كثيرون اليوم، أولئك الذين غفلوا عن ذكر الله جل وعلا وعن طاعته وعن عبادته. وهذا، ولذلك سمى شيخ الإسلام ابن محمد عبد الوهاب رحمه الله من أنواع الكفر كفر الإعراض، كفر الإعراض، كما أعرض قوم نوح عن سماع نوح،
دعوتهم ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هذا هو كفر الإعراض، ولذلك موجود كفر الإعراض اليوم في الأمم، وكثير من الناس ليس لديه استعداد. لكن هناك من المسلمين من هو مسلم وقد يعرض عن النصيحة، وقد يعرض عن النصيحة وهم درجات. فقد جاء ثلاثة من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدهما تقدم والآخر جلس في آخر الأمر والثالث أعرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشأن الثلاثة؟ أما الأول فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا أن يأتي بين الناس فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، فأعرض فأعرض الله عنه. فلهذا الإعراض عن الدعوة وعن النصيحة خطيرة جدا. فبعض الناس لا يقبل منه أن تنصحه ويأخذ العلو والاستكبار. عليك أن تستعد وتتحمل ولا تيأس، فربما يجد يوما من الأيام تجد قبولا، ويكفي أنك أديت رسالتك في هذا الأمر. ولم يرد إلا الحياة الدنيا، سمي الدنيا قيل لسببين: أولا أنها الدنيا قبل الآخرة فهي القريبة، الأدنى فالأدنى أي الدنيا القريبة فسمي الدنيا، والأخرى الأبعد منها الآتية، والثاني أنها من الدناءة وهي الخسة والحقارة فإنها لا تعني شيئا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لصوت أحدكم في لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. كل الدنيا من أولها إلى آخرها كلها ما تعادل موضع صوت في الجنة، ويقدر كما أشار شيخنا لأنه ضرب مثلا بصوت معروف متر، تصوروا متر من الجنة أو قريبا من أفضل، هذا أفضل ولا ندري مقدار الفضل، خير من الدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها. ولهذا فإن الدنيا فعلا حقيقة هي دنيئة وحقيرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا، وهذا واقع كثير من الناس يلهثون خلف الدنيا لكنهم لا يلقون بالا لأمر الآخرة، لا يلقون بالا لأمر الله جل وعلا وأمر الجنة. والآخرة كما يقول الله جل وعلا: خير وأبقى، خير وأبقى لمن اتقى. قال شيخنا الشيخ محمد: لكنها شر الآخرة لمن لم يتق الله، لأنه مأواه النار والعياذ بالله، أي الكافر. لكن وهذا هذه الكلمة تهز هزا في الحقيقة، والآخرة خير وأبقى. وفي الآية الأخرى: فلمن اتقى، لمن اتقى جعل الله وإياكم من المتقين. أما أهل الشر، أما الكفار، فإنها شر عليهم لأنها عذاب وبال، والله أعلم. في قصة جميلة جدا تدل الحقيقة على مكانة العلم وعلى سرعة البديهة. ابن حجر رحمه الله كان رئيس القضاة في مصر، وكان مر يوما وهو يمشي على عربة، راكب على عربة تجرها البغال، وهذا يعتبر كانت مظهر كبير جدا، بالإضافة إلى حسن لباسه رحمه الله. فلقي يهوديا في الطريق، نعم، وكان أيضا يمر معه مع الجنود، أي مظهره كان مظهرا عجيبا. فلقي يهودي فقال له: لدي سؤال. كان يبيع الزيت، يبيع الزيت، ثيابه ملطخة بالزيت وهو يهودي. قال له، يقول لابن حجر هذا اليهودي: إن نبيكم، نحن نقول صلى الله عليه وسلم، إن نبيكم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت الآن في هذه الأبهة وفي هذا البغال والمنصب ومنصب رئيس القضاة، وأنت مؤمن مسلم، وأنا على منهج دينكم كافر، وأنا بيع زيت، فكيف والواقع يخالف ذلك، أنك أنت الآن اللي في جنة وأنا الذي في سجن. انظروا كيف جواب، ألهم الله ابن حجر رحمه الله هذا الجواب المسدد. فقال له: ما ذكرته من ناحية أنني في هذا الموضع وأنت كذلك، القضية بالنسبة للآخرة، أنا الآن في هذا الموضع بالنسبة للآخرة وللمؤمنين وأسأل الله لكم من أهل الجنة، يعتبر الدنيا سجن، سجن بالنسبة للآخرة. ولذلك الميت قبل أن، هذا إيضاح من عندي، الميت إذا المؤمن
إذا جاءه النزع قال قدموني قدموني، ويترك أهله وأولاده ودنياه وأملاكه لما يرى أمامه من البشائر، وأنت يقول له في هذا الوضع الذي أنت فيه جنة بالنسبة لما يلقاك إن مت على يهوديتك في النار، تتمنى في النار أنك في هذه الحالة اللي أنت فيها. قال أهكذا هو؟ قال نعم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا الفهم الصحيح. ولو وجه هذا السؤال لكثير من الناس ما استطاع أن يجيب، ولا اعتبرها شبهة كيف يجيب عليها، ولكن الله ألهمه هذا الإلهام في من هذا الجانب. فلذلك قال بالنسبة للآخرة للكفار ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ذلك مبلغهم من العلم، نهاية علم الكفار هي الدنيا، لا يفقهون شيئا غيرها، قلوبهم فاسدة والعياذ بالله، وأعمالهم خاسرة، يعلمون ظاهرا، لاحظوا ظاهرا من الحياة الدنيا، انظروا الصناعات والمخترعات وهل الفتنة التي هم فيها، لكن في الآخرة وهم عن الآخرة هم غافلون كما في سورة الروم. فلذلك مبلغهم من العلم الدنيا، الدنيا لا تستحق، لا تستحق هذا الأمر وهذا الجهد وهذا البلاء، ولكنه نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتعظ ويفهم حقيقة الدنيا أنها لا تستحق هذا الجهد الذي يبذل كثير من الناس، حتى بعض المؤمنين يبذلون جهودا ليس من أجل والله أن يكفوا أو يعفوا أنفسهم أو أولادهم أو أنهم ينفقون في سبيل الله، ولكن مزيد من الأموال، مزيد مجرد أرقام، وقد لا يخرج بعضهم زكاته، لو أخرج المسلمون زكاة أموالهم لما بقي فقير. نعم، في وقت عمر بن عبد العزيز رحمه الله وبدأ الناس يخرجون زكاتهم لم يجدوا أحدا يأخذ الزكاة، ترسل من مكان إلى مكان لا يجدون لها أحدا، لكن لما تجحد الزكاة فضلا عن الصدقة فيبقى الفقر الذي ترونه وتشاهدونه في الأمة عموما وفي بلاد كثيرة، والله أعلم. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولذلك في الدعاء المأثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمهتدى. تأملت تكرر هذه الآية بلفظها أو بما قريبا من اللفظ في عدة سور، في الأنعام وفي سورة النجم وفي سورة القلم. في سورة القلم يقول الله جل وعلا: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، هنا بمن اهتدى، وإلا فالآية سواء. أما في سورة الأنعام: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فعلم الله شامل لمن اهتدى ولمن ضل ولمن سيضل ولمن سيهتدي، فكل هذا في حكم الله جل وعلا. ولذلك يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في تدبره لهذه الآيات: إننا نخرج بفائدتين من هذا من علم الله جل وعلا لمن ضل عن سبيله. أولا، أننا أعلم أن ما وقع من الضلال فهو قدر كوني يعلمه الله جل وعلا، فهو قدر كوني. نعم، وإلا فهناك القدر الكوني والأمر الشرعي. القدر الكوني يريده الله لكنه لا يحبه، قد يحبه وقد لا يحبه، لا يحبه ولا يرضاه كالكفر. أما القدر الشرعي كالإيمان فإنه يريده ويحبه ويرضاه جل. أما الأمر الشرعي والقضاء الشرعي فإن الله جل وعلا يحبه ويريده ويرضاه. المسألة الثانية قال: هو تحذير من الضلال والترغيب في الاهتداء، فما دام أن الإنسان يعلم أن الله يعلم عمله فهذا يدعوه إلى الهداية ويدعوه إلى مراقبة الله جل وعلا حتى يصل إلى درجة الإحسان. وأذكر مثلا أن مرة أرسل لي شخص رسالة وقال لي: إنني أتوب ثم أعصي، أتوب وأعصي، ويناظر ينظر إلى ما حرم الله، خاصة بعض هذه البرامج المحرمة، فهل تدلني على طريقة لعلي أقلع عن هذا الذنب؟ فأجبت باختصار لأن رسالة جوال، قلت له: وأنت ترى هذه المشاهد، لو دخل عليك، هو يقول أنا أغلق غرفتي علي وأشاهد ما حرم الله، لو دخل عليك أحد من أهل بيتك ماذا تفعل؟ قال: مباشرة أغلق الجهاز. قلت: طيب لو دخل عليك أحد كبار العلماء؟ قال: مستحيل أتركه. قلت: طيب ألست تعلم أن الله يراك؟
لا يكون، لا تجعل الله أهون الناظرين. يعني أنت الآن كونك تغلق من أبيك ولا من أخيك ولا من زوجتك ولا منك، هذا طيب، الحياء مطلوب لا شك، نحن لا يعني نقولك جاهل لا، وكذلك كونك تغلق لو دخلك عالم أو داعية نعم تفعل ذلك، قال صحيح طيب فالله يراك. كذلك الذين يرون ما حرم الله، لو كان يمشي في الشارع ونظر إلى امرأة ثم لاحظ أن أحدا يراه مباشرة صرف نظره مباشرة، بل ربما يحاول يشعره أنه ما كان يرى المرأة، يرى شيئا آخر، يعلم خائنة الأعين، خائنة الأعين يعني خيانة لحظة وما تخفي الصدور. فلذلك جاءت هذه الآية تبين أن الإنسان يعلم ويرى ويقدر، فليستحي الإنسان من ربه جل وعلا أن يستحي من الله حق الحياء، وهذا أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من إذا خلى بمحارم الله انتهكها، وهذا أمر عظيم جدا والله محيطين به، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فإذا تصورنا هذا المعنى، وهذا هو الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب أن تخاف الله جل وعلا، أن تعبد الله كأنك تراه، وهو الإحسان، فإن لم تكن تراه فإنه يراك جل وعلا. ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض. الجملة من ناحية التركيب يقول العلماء ما في السماوات وما في الأرض لله، من ناحية التركيب اللغوي، فلكنه قال ولله ما في السماوات وما في الأرض. لله هو الخبر، ما في السماوات وما في الأرض هو المبتدأ، فقدم الخبر على المبتدأ. قال العلماء قاعدة نحوية وإعرابية أنه إذا قدم ما حقه التأخير من ناحية اللغة فإنه يدل على الحصر، فإذا لما قال ولله ما في السماوات وما في الأرض أي أن كل ما في السماوات وما في الأرض فهو لله جل وعلا، لا يشارك فيها أحد، وهو مالك الملك، فهو مالك الملك. قد يسأل سائل ويقول طيب أليس هناك بعض الناس عندهم أملاك؟ أقول نعم، عندهم أملاك وعندهم مال بأمر الله، والدليل على ذلك أن الملك لله، لو شاء لأصبح الرجل وليس عنده شيء. أنا أذكر في هذا المسجد يوم من الأيام جاء شخص يكلم تاجر، قال إنني البارح أيام الأسهم نمت وفي رصيدي 20 مليون، وأصبحت ورصيدي صفر. يشكي حاله صفر، لن تعرفون قصة الأسهم التي انهارت. طيب فإذا ملك الله لا يزول، أما ملك البشر فهو يزول، قد يذهب في عشية بين عشية وضحاها، إذا هو مالك الملك. تجد إنسان في كامل صحته، كامل الصحة، يخرج من المستشفى والتقارير كلها تدل على أنه في كامل صحته، ما هي إلا لحظات يصاب بجلطة أو يصاب بمرض، من الذي قدر عليه هذا؟ هو الله جل وعلا. إذن الله مالك الملك، لأن ملكه لا يزول ولا يحول سبحانه وتعالى. أما ملك البشر فهو ملك ناقص مهما كان من أنواع الملك، وإذا اعتبر الإنسان هذا الأمر توجه لصاحب الملك سبحانه وتعالى. نعم، فتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فإذا نتوجه إليه في هذا الأمر ويكون هو الذي يحفظ لك ملكك ويحفظ لك ما بين يديك، والله أعلم. ولذلك أيضا يقول شيخنا الشيخ محمد نخرج بهذا الفهم بفائدتين أيضا. الفائدة الأولى الرضا بقضاء الله وقدره، الرضا بقضاء الله، مهما حدث لك أن ترضى فهو مالك الملك، فالملك حقه. لو أن رجلا أعطاك أمانة وقال هذه الأمانة دعها عندك، ثم جاءك بعد كم يوم أو شهر أو سنة وقال أعطني أمانتي، هل تعتب عليه؟ لا تعتب عليه، فالمال الذي عندك هو أمانة، الصحة أيضا أمانة، أي قوة عندك ونعمة هي أمانة استرجعها الله سبحانه وتعالى إذا شاء متى شاء. فلذلك لا بد أن إدراكنا هنا معنى قول ولله ما، فما قدره الله عليك من فقر أو مرض أو مصيبة فلترضى به من الرضا بالقضاء والقدر. أيضا قال وأعظم من ذلك الرضا بشرعه، الرضا بشرعه، مع كل أسف هناك أناس لا يرضون بشرع الله جل وعلا ويعاندون الله جل وعلا ويشرعون ما لم يأذن به الله جل وعلا،
وهذا لا شك كالتحاكم إلى الطواغيت وإلى شرعة الكفر، فإن معنى كونه يحاكم إلى شرعة الكفر معنى أنه لم يرضى بشرع الله جل وعلا. فلما نقول ولله ملك السماوات والأرض، فإنك تأخذ بشرعه. لو كان أنت كنت في مؤسسة أو أي إنسان وحاشاكم ولها نظام دقيق، وجاء إنسان وأخذ نظام شركة أخرى وطبقه بدون إذن، بل معارض لنظام هذه المؤسسة، هل يتركه صاحب المؤسسة؟ لا يتركه، يقول ليس لك حق، هذه مؤسستي وأنا الذي وضعت النظام، فالكون لله. فيقول الشيخ أيضا الرضا بقضاء الله وجذره أو قدره أولا، والرضا بشرعه وقبول شرعه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تأملوا هذا التدبر العميق، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أين التدبر؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ما قال وليجزي الذين أحسنوا بما عملوا. سبحان الله، هذا باب العدل والفضل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، لا يظلمهم الله جل وعلا، من عمل سيئة فله مثلها، لا يظلمه الله بزيادة. أما وليجزي الذين أحسنوا بالحسنى ليس لها نهاية، الحسن بعشر أمثالها إلى 100 ضعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فلا شك أن هذا فضل الله، فأمامنا هو العدل والفضل، العدل بالنسبة للعقاب والفضل بالنسبة للجزاء والإحسان. ولذلك تجد هذه العبادات تضاعف، هذه العبادات يضاعفها الله جل وعلا. أنت الآن منذ اليوم، الآن منذ توضأت وخرجت من بيتك، أنت لماذا جئت؟ جئت من أجل تصلي، وانتظرت الصلاة، وبقيت الآن بعد الصلاة وصليت العشاء، أنت في صلاة، وليس فقط لا يكتب لك إلا صلاة المغرب أو العشاء. منذ عزمت وبدأت وتوضأت إلى أن انتهيت ورجعت إلى بيتك وأنت في خير وفي أجر. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. هذه ثلاثة أشياء، كبائر وفواحش ولمم، نأخذها واحدة واحدة. الكبائر اختلف العلماء، هناك من حدها بالعد أو من بيّنها بالعد، وهناك من بيّنها بالحد. الذين بيّنوها بالعد مثل يقولون هي الشرك والسحر والكهانة وقول الزور كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والذين بيّنوها بالحد قالوا أي بالتعريف، أي وضعوا لها ضابط، الحد هو الضابط كما توضع الحدود، قالوا كل ذنب رتب الله عليه لعنة أو غضبا أو سخطا أو تبرأ منه أو ما أشبه ذلك فهو كبيرة. أعيدها لأهميتها، لأن الذين القول الراجح أن الكبيرة تعرف بالحد لا بالعد، لأنه يصعب عدها، وقد تنشأ كبائر جديدة لما تعدها تقول هي الكبيرة كذا وكذا وكذا، قد تنشأ كبيرة أخرى، وقد تكون كبيرة لم تعلم عنها. فإذا تعريفها بالعد قالوا غير كامل، الصحيح تعريفها بالحد، وهذا هو المضطرد، ويدخل فيها لا شك التعريف بالعد. كل ذنب، هذا من أرجح التعريفات وإلا فتعريفات كثيرة، كل ذنب أو كل معصية رتب الله عليها لعنة أو غضبا أو سخطا أو تبرأ منه أو ما أشبه ذلك من الزجر والوعيد فهي كبيرة. فإذا رأيت مثل ذلك أو ثبتت طبعا بالكتاب والسنة فكذلك فهي كبيرة، وكبائر الذنوب كما بيّن الله جل وعلا. الفواحش قال العلماء هي أعظم من أعظم الكبائر، والفواحش أيضا درجات، فلذلك قال العلماء اللواط أعظم من الزنا، الزنا فاحشة ولا شك وهو كبيرة من الكبائر قطعا، اللواط أعظم من الزنا. استدل العلماء بمعنى تدبري في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، نكرة فاحشة، لكنه قال عن اللواط أتأتون الفاحشة، فعرفها فقالوا لأن الفاحشة وهو جريمة اللواط أعظم من الزنا مع عظم الزنا. فإذا قالوا هذه والفواحش إلا اللمم. للعلماء في هذه المسألة قولان، هل هو استثناء متصل أو منقطع؟ ولا أريد أطيل في هذه المسألة،
معروف أن المتصل هو إذا كان المستثنى جزءا من المستثنى منه، هذا تعريف قاعدة. أما إذا كان قال استثناء منقطع فإنه يكون المستثنى ليس من المستثنى منه. فمثلا لما نأتي ونقول جاء الرجال إلا محمدا، هذا استثناء متصل، فمحمد من الرجال. لكن لما يقال جاء الرجال إلا زينب، فزينب ليست من الرجال، فهذا استثناء منقطع. فالمستثنى منه، فالمستثنى ليس جزءا من المستثنى منه هنا إلا اللمم. بعض العلماء قال إنه متصل، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أي إلا بعض الكبائر، هذا قول. والقول الثاني لا، أنه منقطع. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش هنا، لكن اللمم هنا لا بمعنى بل أو إضراب، لكن اللمم. اللمم هي الصغائر، هي الذنوب الصغيرة، فإن هؤلاء لا يدخلون في الكبائر الفواحش إلا في قاعدة ذكرها العلماء، أن الإصرار على الصغيرة. قالوا مثلا النظر للمحرم إذا كان نظرا عابرا فإنه من الصغائر، وتكفره الصلاة والصيام كما ورد في الأحاديث الصحيحة. نعم، فهذا كله من الصغائر. قالوا إلا إذا أصر، يعني إنسان يقصد السوق حتى يرى عورات المسلمين، حتى يتفرج على محارم الله جل وعلا، أو ينظر ما حرم الله، قالوا هذا إصرار، فتتحول الصغيرة إلى كبيرة بسبب الإصرار عليها. فلنحذر، لأن البعض عندما تقول له لا تفعل كذا يقول هذه صغيرة، إصرارك عليها يحولها إلى كبيرة. أما الأمر العارض فإن الإنسان إذا توضأ أو صلى كما ورد في الأحاديث وهي مكفرات الذنوب، هذه تكفر الصغائر بفضل الله ورحمته جل وعلا، لأن الإنسان لم يتعمد، إنما جاء عرضا وغير قصد. أما لو قصدها واستمر فيها فإن استمراره عليها يحولها إلى كبيرة، والله أعلم. هكذا بين العلماء هذا المعنى في الذنب. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، من أول الأمر إلى آخر، هو الذي أنشأنا سبحانه وتعالى من التراب إلى آخر الدنيا. يعلم إذ أنشأنا من التراب إلى أن نكون أجنة في بطون أمهاتنا كما في هذه الآيات، إلى أن ينفخ في الروح، إلى أن يولد الإنسان، إلى أن يموت، هو أعلم بنا سبحانه، فهو يعلم من النشأة إلى النهاية. ثم قال هنا فلا تزكوا أنفسكم، هذه لها دلالة، هو أعلم بمن اتقى. تزكية النفس هنا المقصود بها يقصد أمران، تزكية النفس الإعجاب في العمل، هذا تزكية للنفس، أو مدح النفس والثناء عليها، وهو أثر من الإعجاب بعمله. لما يقول إنسان أنا فعلت وفعلت وفعلت، أنا أقوم الليل، أنا أختم في كل يوم، طبعا من باب الإعجاب لا من باب السبب الذي سأشير إليه. فقالوا هذا تزكية للنفس، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قالوا ولا يجوز مدح النفس إلا لسبب مشروع، عندما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لسبب، لأن الملك قال له إنك اليوم لا في مكان، بين أن في مكان أمين، نعم ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما جاءه وكلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقال لإخوانه وأنا خير المنزلين، هذا لها سبب، لأنه كان في المسألة الأولى يريد أن يوليه الملك سياسة المال، وأراد الإخوان أن يأتي بأخيهم. فإذا لم يكن هناك سبب مشروع فلا يزكي الإنسان نفسه، وقد يكون سرا أو علانية. السر هو الإعجاب، قد يكون الإنسان معجب بنفسه. بعض الناس يقول الحمد لله احنا ما قصرنا. كيف ما قصرت؟ ما قصرنا في حق الله، بل والله مقصرون مهما فعلنا. نعم مهما فعلنا، وأيضا هذا إعجاب قد يكون سراً قد لا ينطق به الإنسان، هذا تزكية للنفس، وقد يكون مدحاً وهذه تزكية للنفس، هذا كله المنهي عنه. فلا تزكوا أنفسهم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً.
طيب قد يقول القائل كيف نجمع بين هذه الآية قوله تعالى قد أفلح من زكاها؟ هنا يقول فلا تزكوا أنفسكم، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، يعني بالنهي. وهنا في سورة الضحى يقول سورة الشمس والشمس وضحاها يقول الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها. هنا أكرر القاعدة المهمة جدا، لا يمكن أن تتعارض آيتان في القرآن إطلاقا، كما لا يتعارض حديثان صحيحان ولا آية وحديث صحيح. طيب التزكية المنهي عنها هو الإعجاب أو المدح النفس بدون سبب مشروع، أما قد أفلح من زكاها هو من طهرها، زكاها في العبادة وطهرها من الناس وأخلص عبادته لله، وليس المقصد به المدح، فإذا لا خلاف في ذلك والله أعلم. فهنا لا يؤثر ذلك، وهذا نعم له معنى. هناك الآن بعض أصحاب البدع، بعض أصحاب البدع يزكون أنفسهم حتى يصلوا إلى يسقطون الواجبات عن أنفسهم، يقولون الولي وصل إلى درجة إلى أنه لا أحتاج. يذكر أحد الأشخاص قصة له، يقول كنت معجبا بفلان وأسمع الناس يتكلمون عنه أنه مخرف وأنه بدعي وأنه وأنه، وكنت أصلي معه يقول ومعجب به، فغاب عنا عدة أيام، فيقول فسألت المؤذن قلت أين فلان، أين الشيخ الولي فلان، قال قد يكون مسافر. قلت أين مسافر، قال قد يكون هو في بيته لكن يسافر بنفسه إلى أماكن كثيرة وهو في بيته، وثانيا لا تجب عليه الصلاة. قلت كيف، قال بلغ من الدرجة الآن هو إلى تسقط عليه الفروض كلها. يقول بعد ذلك كان سببا لهدايتي، فعرفت أنه ضال مضل. نعم، ولما تأكدت وفعلا وهو ضال مضل ولا شك. فالشاهد أن هؤلاء يصلون أحيانا بالإعجاب بأنفسهم وبأنهم يسقطون الواجبات ويسقطون الصلاة، بل بعضهم يتعدى والعياذ بالله والعياذ بالله، لكن هذه حقائق، إلى أن يعمل الفواحش والكبائر فضلا عن لمم لأنه ليس عليه ذنب. وهذا من أخطر ما يكون في تزكية النفس والعياذ بالله. ثم ذكر شيخنا معنى لطيف جدا، شيخ محمد يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، النهي عن الجهر بالنية. يقول لا تجهر بنيتك وتقول اللهم أني نويت أن أتوضأ لصلاة كذا، اللهم أني نويت أن أصلي 4 ركعات، هو أعلم بمن اتقى، أعلم أعلم سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى أن تخبره سبحانه وتعالى، والنية محلها القلب. فقال أخ الشيخ محمد يقول هذه فائدة لطيفة تدل على أن الجهر بالنية قد يكون نوعا من التزكية وتزكية العمل والله أعلم. ثم ذكر العلماء قالوا الأصل هو عدم إظهار العمل إلا ما كان ظاهرا، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قالوا لا يجوز الانتقال عن الأصل وهو عدم ذكر العمل إلا لسبب شرعي ظاهر. وتزكية النفس، وهذا أيها الأخوة رسالة لنا جميعا، نحن جئنا نحاول أن نعيش مع القرآن، قالوا قد تكون تزكية النفس تصريحا، لاحظوا، أو تلميحا أو تعريضا، نأخذها واحدة واحدة حتى لا نقع فيها. أما تصريحا فيقول فعلت وفعلت، هذا من باب تزكية النفس، هذا صريح ما عنده أنا أقوم الليل أنا أفعل كذا أنا أجاهد أنا، هذا قالوا تزكية صريحة إلا للسبب الذي أشرنا إليه، لا ننسى القاعدة، إذا وجد سبب شرعي معتبر. أما التعريض لما أحد يأتي ويقول والله لما كنت أصلي الليل صار كذا، إيه وما يقول أني أصلي الليل، يقول لما كنت أصلي الليل، لما كنت وأنا في العمرة، هو يريد أن يقول للناس الله أعلم بالنيات، تراي أصلي الليل، نعم تراي أخذت عمرة، تراي حجيت. فلهذا أما لو كان مجرد خبر لسبب مشروع لا حرج حتى يدقق في المسألة، لكن بعض الناس وكل إنسان يعرف نيته يذكر الأمر من باب أن اعلموا أنني فعلت كذا، أنني أخرجت الصدقة، فهذا تعريض وليس بتصريح كما ذكر العلماء أحيانا. طيب كيف يكون، نعم عفوا ذاك تلميح، الثاني تلميح آسف. أما التعريض قالوا لما يقول إنسان الله يهدي فلان الله يهدي فلان ما يختم إلا كل أسبوع، يعني ترى أنا أختم أقل من أسبوع مثل يقصد، والله فلان الله يهديه ما يصلي الليل، نعم
وهو يقصد ترى أنا أصلي الليل، فلان الله يهديه ما يصوم الخميس والاثنين، هو ما يقصد أنه فعلا نصحه. فالأول الحديث في عرضه لا يجوز، لكن لما نعرف أنه يقول فلان الله يهديه ما يصوم أو ما يختم لك العشرة أيام، معناه نفهم منه نحن بالتلميح أن ترى أنا أقل من ذلك. أنا هذا كله قالوا يدخل في تزكية النفس إلا إذا كان لسبب مشروع معتبر، كما قال الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها تؤتوا الفقراء فهو خير لكم. ثم قال الله جل وعلا: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. تولى عن ذكر الله جل وعلا، تولى عن سماع الوحي، وأعطى قليلا الشيء القليل، ومع ذلك أكدى أي منع وبخل، حتى هذا الشيء القليل لا يستمر عليه. فهذا معنى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، فهو تولى عن ذكر الله جل وعلا وأعرض عن ذكر الله جل وعلا. وأعطى قليلا وأكدى أي أعطى الشيء اليسير وأكدى. أنا أذكر شخص توفي رحمه الله، قال عن نفسه ولعله قالها عندما تاب، يقول: كنت أخرج الزكاة حتى وصلت زكاتي إلى 8,000 ريال أو 10,000 ريال، فملك الملايين، يقول: بس وقفنا الرقم على 8,000 ريال. هذا أعطى قليلا، نعم أعطى قليلا ومنع الحق لأهله. هم لا ينظرون كم أعطاهم الله من الخير ومن الملايين، ينظرون لما أخرجوا، فالشيطان يمنعهم. فأعطى قليلا وأكدى أي منع وبخل. فالله جل وعلا يذم في هذا: أم لم ينبأ بما في صحف موسى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ذكر العلماء أنه اقتصر على هذين النبيين ليس على سبيل الحصر. أما موسى عليه السلام فشريعته كانت وشريعة التوراة، وذكرت في الدرس الماضي أنها من بقي ولا يزال اليهود والنصارى، وعيسى عليه السلام جاء بالإنجيل وفيه المواعظ، أما التوراة ففيها الأحكام، فهي من أكثر الكتب أحكاما. ولذا كثيرا ما يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأمثلة فيما في شريعة موسى عليه السلام وما في شريعة أهل، وكذلك في القرآن جعل الله عليهم الإسر والأغلال. أما إبراهيم عليه السلام فإنه لم يأتنا من شريعته إلا القليل وما أشير إليه في هذه السورة. ذكر العلماء أنه لم يأتي إلا إشارات، وأنه على الملة الحنيفية، وأنه أصابه كذا وكذا. ثم ذكر إبراهيم عليه السلام لأنه أبو الأنبياء. إبراهيم عليه السلام تلاحظون في القرآن يذكر: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وفي ذريته أيضا هو ونوح كذلك في ذريتهم النبوة والكتاب، جاءت في الموضعين. إبراهيم له من أبنائه الذين ذكرهم الله، وقيل أن له أبناء آخرين لكن لم يذكره سبحانه وتعالى، ذكر اثنين من أبنائه عليهم السلام جميعا هم آباء الأنبياء، فإسماعيل وإسحاق عليهم السلام. إسماعيل هو أبو العرب، ومن أيضا أبنائه محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء. أما إسحاق فهو أبو الأنبياء من بني إسرائيل، فجميع الأنبياء من بني إسرائيل كلهم يرجعون إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهو أبو الأنبياء يسمى. قالوا: فأشار الله إليه في هذه الآية لأنه أبو الأنبياء. أما موسى فشريعتهم من أقرب الشرائع، لذلك يسمون أهل الكتاب، وينقسمون بني إسرائيل كذلك أيضا، وهم تبع عيسى عليه السلام وتبع موسى عليه السلام. ثم قال: ألا تزر وازرة وزر أخرى. هنا يسأل سائل: ألا تزر وازرة وزر، تكررت هذه الآية في أكثر من موضع، ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي أن لا تحمل، أي أحد لا يحمل ذنب غيره كائنا من كان. سيأتي السؤال: طيب أليس يأتي يوم القيامة المفلس ويؤخذ من حسنات هذا وحسنات هذا، ثم يوضع لهذا ويؤخذ من سيئات ذاك وتعطى هذا؟ طيب أيضا أليس ابن آدم الأول من سن القتل عليه وزر كل من قتل بعده؟ أليس كل من سن سنة سيئة فإنه عليه
إثمها إلى يوم القيامة وإثم من عمل بها. طبعاً وكذلك من سن سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها. السؤال هنا كيف نجمع بين قوله تعالى في أكثر من موضع في عدة سور أنه ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف نجمع بينها وبين هذه المعاني؟ الجمع يسير بإذن الله. قال العلماء، وأيضا قبل أن أكمل، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم معه ابنه وقال هذا ابني، قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال هذا ابني واشهد به. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، لا يجني عليك ولا تجني عليه. طيب كيف نجمع بين الأمثلة التي ذكرت وبين ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ جمع العلماء بينها جمعا يسيرا أختصرا، أن ولما أيضا كما تعلمون يطلبون أن يحملون من أوزارهم كما قال الله جل وعلا وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، لما قالوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم رد الله جل وعلا بقوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. الجمع أن هؤلاء هم الذين عملوا هذا العمل، يعني لما يكون الإنسان يحمل وزر من جاء بعده هو الذي عمل هذا الوزر، هو السبب في هذا الوزر، فهو لم يحمل من غير شيء، أي لم يأخذ من وزر غير شيء، لأنه قال من غير أن ينقص تجد في الأجر أجرهم شيء. كذلك في السيئة، هذا له وزره كاملا، من قتل قتيلا بدون حق فله فعليه وزره كاملا، وعليه أيضا الذي قتله أو الذي سن هذه السنة ابن آدم وزره. لماذا؟ فهو لم يحمل من إثم القاتل شيء أبدا، ولم يحمل منه شيء ولم ينفعه، إنما زاد عليه إثمه لأنه أول من سن القتل. وهذه خطورة من سن سنة سيئة. فالشاهد أنه ولا تزر وازرة وزر أخرى لا يمكن يكون إلا كذلك، لأنه هو الذي فعل هذه المعصية، هو الذي عمل هذا العمل. لما هؤلاء يقولون اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، أولئك عليهم خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، والذي قال هذا الكلام عليه خطيئته، فهي في الحقيقة من وزره. الشاهد أنها من وزره ولم يحمل عن غيره شيئا، هذا المعنى. وجاء بعده وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس للإنسان إلا ما سعى. طيب قد يسأل سائل، إهداء الثواب للميت وهو ميت الآن، تهدي ثواب لميت، فكيف أن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ جمع العلماء جمعا جميلا جدا في هذه المعاني، هذه آيات الحقيقة تدبرها والتفكر فيها يجيب. ليس للإنسان إلا سعيه، ليس لك يوم القيامة إلا ما سعيت به. طيب إذا كان الإنسان في قبره أليس يأتي أجر من دعاء أبنائه؟ أليس يأتي أجر من الصدقة التي يصدق بها عنه حتى لو كان ليس قريب منه؟ أليس يأتي أجر من الدعاء له؟ قال العلماء أنها يختلف الأمر، إهداء الثواب على خلاف بين العلماء، ولكن أذكر الراجح، إذا كان مما ورد في الشرع كالصدقة والدعاء ونحوه فإن هذا مشروع، فلذلك هو لم يأخذ. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، مثل ما تقول لما يقضي القاضي الآن ولله المثل الأعلى بين رجلين ثم قال أنت لك كذا وأنت لك كذا، لا تتعدى على ماله، لاحظوا لا تتعدى عليه، فقال الآخر أنا مستعد أتبرع له ب1000 ريال، هنا لا أحرج، فهو الذي تبرع له، لكن كحكم قضائي أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس له إلا حقه. أما أن تهدي له، هنا ضبطها العلماء حتى نخرج من الخلاف، أنه لا يجوز، الراجح لا يجوز إهداء الثواب، هذا القول الراجح والمسألة خلاف، إهداء الثواب إلا ما ورد شرعا كالصدقة والدعاء وغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا مات الإنسان عليه صيام صام عنه وليه وهكذا، والحج أيضا قد يحج الإنسان مما ورد، يحج عن أبيه، يحج عن أمه، أو يحج عن غيره، فهو الذي فعل ذلك، يعني ذاك لا ينزعه منه. قضاء الدين عن إنسان مات على القول الراجح في المسألة، وإلا فشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يشدد في هذه المسألة، لكن على القول الراجح أنك تقضي عنه دينه فيسقط عنه، وهذا له أصل. لما مات أحد الصحابة
وعليه ديناران، رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فجاء أحد الصحابة وتحملها، فقال الآن النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت أو بردت جلدته، الآن بردت جلدته، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما تحمل أحد الصحابة. لكن هذا الرجل الذي تحملها هل كان مجبرا على أن يتحملها؟ لا، ليس مجبرا، لكن كونك أنت الذي تبرعت فتبقى الآية، وأن ليس للإنسان إلا سعيه، ليس للإنسان إلا عمله، ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، يرى في الدنيا والآخرة والله أعلم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى في الدنيا والآخرة. وهنا تنبيهان مهمان من شيخنا الشيخ محمد، لأنه لا حقيقة أنا أنصح بمتابعة ما يخرج الآن من مؤسسة الشيخ محمد بن العثيمين في كتبه وعلمه، بخاصة في التفسير في التدبر. الشيخ الحقيقة من علماء الأمة في التدبر، ومن أسس هذا العلم تبعا لشيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ولذلك تفسير الشيخ السعدي من أهم المراجع لمن يسألني أي كتاب أرجع إليه في موضوع التدبر، من أعظمها من الكتب المعاصرة، وإلا في المتقدمون فلهم كتب أخرى، كتاب تفسير الشيخ السعدي، ثم الآن تفسير الشيخ محمد بن عثيمين في مواضع طبعا. فالشيخ ينبي إلى من يقول بعض الناس الآن إذا عمل مشروع يكون من الأخطاء، مشروع خيري يكتب عليه آية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يقول هذا خطأ، فعلا تنبيه في مكانه. ليش خطأ يا شيخ؟ قال أن تقول للآية وسيرى الله عملكم ورسوله، الرسول صلى الله عليه وسلم مات ما يراه، فإدخال الرسول هنا خطأ. فلذلك ثم قال إن هذه الآية بالمناسبة هي أصلا نزلت في المنافقين، وهذا معنى لا ينتبه البعض، هذه الآية في سورة براءة نزلت في المنافقين من باب التهديد والوعيد لهم أيام وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وتتردون إلى عالم الغيب والشهادة، فتجد الأمر عظيم جدا في هذا الأمر. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، الشيخ لا يرى، هذا أقول لكم رأي الشيخ، أن يكثر الإنسان مثلا من العمرة عن غيره، يقول أنت أحوج، أنت أحوج أن تعتمر لنفسك، إنما عليك بما ورد في الصدقة في الدعاء لأبيك لأمك لأهلك. والذي أراه بعد بحث المسألة من قديم الاعتدال في المسألة، أن تعتمر لنفسك، أن تدعو، أن تتصدق لنفسك، لكن أيضا لو الواحد خاصة الوالدين، لأن العلماء ذكروا أن أبناء الإنسان من سعيه، ذكر العلماء أن أبناء الإنسان من سعيه من كسبه أيضا، فلذلك أن يعتدل في المسألة. لكن الشيخ ينبه إلى الإكثار ويقول كأنه هو ليس بحاجة، يقول أنت أحوج، أنت أحوج من أمك وأبيك، أحوج من غيرك. فيقول هناك أناس هذا ديدنهم، الإكثار في عمل الصالحات عن غيرهم، أولا إذا لم يكن مشروعا فلا يجوز، إن كان من المشروع فإذا أنت أحوج من غيرك اعتدل في المسألة، تصدق عن نفسك وعن غيرك. أقول اعتمر عن نفسك، وأيضا لا مانع أن تعتمر مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل عن والديك وهكذا. ولهذا كذلك الأضحية، الأضحية الآن أيها الأخوة هناك فهم خاطئ عن كثير الناس، يضحون عن الميت. الصحيح أن الأضحية عن الحي، الأضحية ليست عن الميت يا أحبتي، لكن تشرك فيها من شئت من الأحياء والأموات، تشرك فيها من أردت، كما أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عمن لم يضحي من أمته، يدخل فيها الأحياء والأموات. لكن الآن تجد الناس عندنا يقول هذا ماذا ضحيت؟ قال والله ضحيت الحمد لله ضحية عن والدي رحمه الله وضحية عن أمي، ضحيت غيره؟ قال لا. طيب أنت أحوج أن تضحي لنفسك، فضحي عن نفسك وأهل بيتك، وفضل الله عظيم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى أضحية واحدة عن أهل بيته، عن نفسه وأهل بيته، وأضحية عن أمته، من لم يضحي من أمته كم عدد أمته، ففضل الله عظيم. الشاهد أن تبدأ بنفسك في هذه الأعمال. ولذلك تجدون في الدعاء تابعها في القرآن والسنة، يبدأ الإنسان رب والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، نعم رب اغفر لي ولوالدي، أن تبدأ بالدعاء لنفسك، هذا مضطرد في الكتاب والسنة. كأن الإنسان إذا ما دعا لنفسه كأنه ليس بحاجة، كأنه مستغني عن الدعاء. طيب هل تنتظر إذا مت من يدعو لك أو في حياتك؟
ادعو لنفسك الآن، ضحي عن نفسك، تصدق عن نفسك، اعمل الصالحات لنفسك. أما غيرك فإنك إذا كان من المشروع فلا حرج، لكن لا يكون على حساب عملك لنفسك، وقد خوف من أن يكون تزكية لنفسك، والله أعلم. وأن إلى ربك المنتهى، سبحان الله، هذه الآية وأن إلى ربك المنتهى، ما دام الإنسان يعلم أن المنتهى إلى الله، كل عمل لا يصل إلى الله فهو منقطع. كل عمل تعمله هل ينتهي إلى الله أو لا؟ نعم، فهذا معنى مهم جدا. كل قربة تتقرب بها تأمل أخلص، هل هذا لله ولا لغير الله جل وعلا؟ وأن إلى ربك المنتهى، فجميع ما تعمله وما تفعله يكون إلى الله جل وعلا. ولذلك قال العلماء كل مراد إن لم يرد به وجه الله جل وعلا ويتصل به ويصل إليه فهو مضمحل منقطع، فإنه ليس إليه المنتهى. وأخطر ما يكون إذا كان والعياذ بالله من الرياء أو غير ذلك من الشرك. فتأمل هذه الآية، نمر عليها مرور الكرام، وأن إلى ربك المنتهى، المنتهى المصير في النهاية يوم القيامة، المنتهى في أعمالنا، فليكن عملا لله صادقا مخلصا، حتى عمل الدنيا، حتى عمل الدنيا فاجعله لله جل وعلا. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ يعني تصور، من أعظم الشهوات المباحة أن يأتي الإنسان، بل تكون واجبا أهله ويكون له فيها أجر. عندما يتصور هذه الآية وأن إلى ربك المنتهى، فأن نجعل كل أعمالنا منتهاها إلى الله جل وعلا ونؤدي حق الله فيها، وبهذا نحقق هذه الغاية. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا وأنه هو أضحك وأبكى. بدأ الآن يذكر أشياء المتقابلة، أضحك وأبكى. يا أخوان، في معاني في حياتنا ما نقف نتأملها، كيف تضحك وكيف تبكي؟ من الذي أضحكك؟ من الذي أبكاك؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك انظروا مثلا، من وقف منا ينظر في ملكوت السماوات والأرض؟ وأنه هو أضحك وأبكى، ذكر العلماء هل هو المراد الضحك والبكاء أو لازم الضحك والبكاء، وهو الفرح والسرور أو الحزن؟ نقول كلها مرادة، فهو ذكر ما يتقابل. قال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، المتقابلة، هذه حكمة الله منذ خلق الخلق، حتى في باب النباتات أيها الأخوة، حتى الهواء تجد منه الأكسجين، وتجد منه أنواع أخرى الهيدروجين، وتجد منه أكسيد الكربون، وهكذا حكمة الله البالغة. تجد حتى النباتات، النخل منها الأنثى النخلة، ومنها الذكر وهو الفحل كما يقال. فهذا خلق الزوجين ذكر الأنثى، ليس خاص بالرجال والنساء، لا، عام، ولكل اختصاصه. ولذلك أولئك الذين يريدون ويدعون وهم كاذبون أنهم يريدون المساواة بين الرجل والمرأة، كذبوا ورب الكعبة، كذبوا ورب الكعبة. لا يمكن أن يساووا بين الرجل والمرأة، لأن الله خلق الرجل له خصائصه، وخلق المرأة لها خصائصها. هناك أعمال مشتركة وعبادات مشتركة، وهناك أمور تخص الرجل وهناك أمور تخص المرأة. المرأة لا تدخل في القتال في الجهاد، وإن كان قد تساعد الجرحى والمرضى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تقاتل المرأة. وهكذا المرأة لا تقتل في الحرب، والرجل يقتل إذا كان محاربا. فهلما جرى في العبادات، في الصلاة المرأة تسقط عنها الصلاة، وأيضا كذلك لا يجوز لها أن تصوم بسبب معتبر، وهلما جرى. فهؤلاء الذين يدعون المساواة كذب. وتنبيه آخر، ليس في الشريعة أن يقال المساواة، إنما يقال العدل. العدل الصحيح أن المنهج الشرعي هو العدل، والعدل لا يقتضي المساواة. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم، القول الصحيح أنك تعطي الرجل الابن الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو العدل، لأن الله قسم القسمة في الفرائض وجعل للرجل مثل حظ الأنثيين، وهكذا، إلا في مسائل مخصوصة. فمن هنا نجد أننا أيها الأخوة، خلق الذكر والأنثى، أي أعلم بخصائصهما وبحاجاتهما وبما يلزم تجاههم، وأن عليه النشأة الأخرى. النشأة الأخرى هي يوم القيامة. قال العلماء وقال الأخرى، أي أن الذي أنشأ الأولى هو الذي ينشئ الآخرة. ولذا قال الله جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه.
هنا تنبيه مهم وأنتم تمرون على هذه الآية، وهو الذي يقول الله جل وعلا يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هل معناه أن الإعادة أسهل من البدء؟ لا، ليست هنا على باب أفعال تفضيل، إنما وهو هين عليه. لماذا؟ لأن الله لا يعجزه شيء. لأننا لو قلنا إن الإعادة أسهل على الله معناه أن البدء أصعب على الله وأنها أشد على الله، وهذا ليس مراد. فقد يأتيك من يقول طيب ماذا نقول تعالى أهون وهي على صيغة أفعل تفضيل؟ قال العلماء هو هين، أي وكله عليه هين سبحانه. لماذا؟ لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكن، كبيرا كان أو صغيرا، خلق السماوات أو خلق الذرة، كلها بالنسبة لله جل وعلا هينة سهلة. وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنع. أغنى واضحة، أي جعل بعض الناس غنيا. ما معنى أقنع؟ قالوا أقنع إما أفقر، يعني مقابلها أغنى وأفقر، وهذا معنى ذكره المفسرون. أو أقنع من القنية، إن أعطى البعض قدر الكفاية والبعض أعطاه فوق الكفاية، لا يخلو أحد منا. قد يكون بعضنا في هذا المسجد من هو عنده أقل من الكفاية، وهناك من هو عنده قدر الكفاية، وهناك من عنده أعلى من الكفاية أيضا، فهو أغنى وأقنى. فسرها العلماء أقنى بأنه إما أنه أفقر، أغنى وأفقر كالمقابلة، أو أنه قدر الكفاية وزيادة عنها، والله أعلم. والمعنى وأنه هو رب الشعراء. لماذا خص الشعراء؟ لماذا خص الشعراء؟ هو رب كل شيء سبحانه وتعالى، رب السماوات ورب الأرض ورب النجوم، رب الشمس، رب القمر. لما تأتيك مثل هذه الآيات تقف متأمل لماذا ذكرت. قال العلماء الشعراء أولا هي النجم المضيء الذي يخرج في الصيف، هو النجم المضيء الذي يخرج، يعرفها الذين يعرفون الفلك والنجوم. ونص عليه لأن بعض العرب قال فيهم رجل كان يسمى ابن أبي كبشة كان يعبد الشعراء لوضوحها وجلائها، وبدأ يدعو الناس لعبادتها، فأصبح بعض العرب يدعونه. فالله يقول لهم كيف تدعون تعبدون الشعراء هذه النجم؟ فإن الله جل وعلا هو رب الشعراء. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، أي هذا بيان، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. فبين العلماء هنا أنه ذكر ثمود وعاد لأن العرب يعرفون قوم عاد وقوم ثمود، وكلها كما تعلمون في محيط الجزيرة، فذكر هؤلاء مدائن صالح كما تعرفون، الطريق بين المدينة إلى مكة معروفة، وكذلك هؤلاء في الأحقاف أيضا ومعروفين للعرب. فكان العرب يكثرون من ذكر عاد وثمود، فخصهم الله لأن السورة كلها مناقشة لكفار مكة ومحاورة لأهل مكة. ونوح معروف أيضا في الأمم، وأنه لك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. هل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى خاصة بنوح أو بالجميع؟ ورد القولان عن العلماء أنه يراد بها الجميع، فهو يحذرهم هنا ويقول كما أهلك قوم نوح وأهلك عاد وأهلك ثمود فإنه قادر على إهلاككم إن لم تطيعوا. هذا نذير من النذر الأولى، هذا نذير اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ونذير من النذر الأولى أي سنة ثابتة شرعية، كما أنذر الأولون فهو منذر صلى الله عليه وسلم، هذا نذير من النذر الأولى. ما الفرق بين أولا النذارة والبشارة؟ ما الفرق بين النذارة والبشارة؟ قالوا النذارة تأتي على سبيل التخويف، والبشارة تأتي على سبيل الرجاء، على سبيل الإعلام برجاء. فهكذا واضح، لما إنسان يبشرك ببشرى ففيها رجاء وفيها خير، ولما ينذرك ففيها تخويف وتحذير. طيب، هو قال هذا نذير من النذر الأولى محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الله بعثه بشيرا ونذيرا، هنا اقتصر على هذا نذير من النذر الأولى، لم يقل وهو بشير أيضا كما كان الأنبياء، بل نص الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشير في مواضع عدة من القرآن. قال العلماء هذا السياق تحذير لأهل مكة، فليس الموضع موضع بشارة، الموضع موضع تحذير ومن تصرفاتهم، فهو ينذرهم ويحذرهم، وكما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنذرهم لما رأى. ثم قال
أزفت الآزفة. الآزفة هي القيامة، وأزفت أي قربت، أزف الرحيل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد يقول قرب الرحيل. أزفت الآزفة يا أحبتي، إذا كانت الله جل وعلا يقول أزفت الآزفة قبل 1400 أو 500 سنة، فماذا نقول الآن؟ نحن في آخر الأيام، نعم لقربها. أزفت الآزفة، قربت الساعة، هذا تحذير ووعيد، لكن ليس لها من دون الله كاشفة. لها معنيان، إما ليس لها من دون الله كاشفة لا يمنعها أحد إذا جاءت، إذا قامت القيامة لا يملك أحدا أن يمنعها ويكشفها. نعم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهي آزفة شديدة. والمعنى أيضا الثاني من معناها الكشف، لا يعلم أحد متى تكون الساعة، كما قال الله جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى تقع، متى ترسو السفينة، متى تأتي الساعة، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها. نعم، لا أحد يعلمها، لا يعلمها نبي لا يعلمها نبي مرسل، ولا ملك مقرب، ولا جبريل، ولا محمد صلى الله عليه وسلم. يسألونك، قال الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها. المهم العمل لها، أما متى تقع فليس لك. فإذا ليس لها من دون الله كاشفة، لها معنيان، لا أحد يمنعها إذا قامت، لأن تقوم الناس يعملون كما تعلمون، تقوم الناس. هذا النفخة الأولى طبعا، الساعة لا نفخة الأولى والنفخة الثانية، نحن نتكلم عن النفخة الأولى كما بيّن الله جل وعلا، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم سكارى، هذا كله في النفخة الأولى يكون. فإذا لا أحد يمنعها، لا يؤجل ولا لحظة واحدة. والثانية أنها أيضا لا يعلم متى تكون إلا الله جل وعلا، متى تخرج الشمس أيضا من مغربها لا يعلمها إلا الله جل وعلا. لا. ثم قال بعد ذلك أفمن هذا الحديث تعجبون، بعد كل هذا يخاطب كفار قريش الخطاب من أول الأمر، وهو يقسم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى، إلى أن يقول في آخر السورة أفمن هذا الحديث تعجبون. ليس عجب إيمان، لا، ليس مثل عجب الجن، إنا سمعنا قرآنا عجبا، لا، إنما هو تكذيب. ولأنه قال وتضحكون ولا تبكون، تضحكون في هذه إنكارا، أيضا من هذا الحجيب تعجبون إنكارا، عفوا تعجبون إنكارا وتضحكون استهزاء، ولا تبكون، لا تقشعر قلوبكم من هذا القرآن العظيم جدا، وأنتم سامدون، أيضا سامدون أي غافلون بما تقومون به من الغفلة، فلان سامد، سمد فلان، وأنتم سامدون، يعني إلى متى هذا الأمر؟ ثم يأتي الختام العجيب فاسجدوا لله واعبدوا، فاسجدوا لله واعبدوا. السجود هنا، السجود هنا أيها الأحبة ليس المراد به سجود التلاوة أو ذات السجود في الصلاة فقط، لا، عبر عن الصلاة بأعظم ما فيها، والمراد بها الصلاة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة؟ لو أن واحدا كما قلت في الدرس الماضي جاء يوم التاسع ودخل عرفة ثم رجع، ما طاف في البيت ولا رمى ولا إفاضة، هل حج؟ ما حج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، أي أعظم أركان الحج هو عرفة، أعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفة، ولذلك من لم يقف بعرفة فما حج. كذلك هنا فاسجدوا، قالوا أعظم ما في الصلاة هو السجود. لماذا؟ لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه، وفيه إرغام للشيطان، حتى إن الواحد منا إذا سجد بفضل الله ومنته ورحمته أن هدانا لهذا يبكي الشيطان، يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأنا أمرت بالسجود فلم أسجد، فتجده، وهذا من إرغام الشيطان. ولهذا لما جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا أنه يكون رفيقا له في الجنة، جعلنا وإياكم من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يعني اسألني سؤال آخر، أنا ما أريد، طلب درجة عالية أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، ما قال بكثرة الصلاة، لأن أصلا لا سجود إلا في الصلاة ما عدا سجود الشكر أو التلاوة. فلذلك فاسجدوا لله
هي إيماء لأعظم ما فيها ألا وهو الصلاة. واعبدوا قالوا عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص كما قال جل وعلا تنزل الملائكة والروح، الروح من الملائكة، الروح هو جبريل، تنزل الملائكة والروح، هذا معروف باللغة العربية، فيعطف الخاص على العام لأهميته. ولما قال تنزل الملائكة يكفي بما فيهم، أقصد معنى دلالة أن جبريل معهم، لكن زيادة الاهتمام والعناية ولمكانة جبريل عليه السلام قال والروح، نعم، وإلا ليس خارجا عن الملائكة، بل هو أعظم الملائكة وأقربهم إلى الله جل وعلا. هنا قال فاسجدوا لله، بدأ بالسجود وهو الصلاة، ثم واعبدوا عموما بما فيها الصلاة وغير الصلاة. انتهت هذه السورة بهذا الأمر. وهنا أقف مع مسألة دقائق الباقية حسب ما تيسر، وهي قضية تسمى بقضية الغرانيق أو قصة الغرانيق. فاسجدوا لله واعبدوا، فاسجدوا لله واعبدوا، لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سجد المؤمنون، ذكر كثير من المفسرين أن المسلم سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المؤمنون وسجد الكفار تأثرا ببلاغة القرآن وليس إيمانا وليس. فطلعت قصة تسمى قصة الغرانيق، وهي قصة أيها الأخوة مكذوبة، وألف فيها العلماء وبيّنوا، سأذكر هذا إن شاء الله. قصة الغرانيق بعضهم ينسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى، ينقل بعض المفسرين، وقل انتبهوا، بعض المفسرين ينقل عن ابن عباس رضي الله تعالى وهو نقلا غير صحيح، فلم يثبت عن ابن عباس رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى زعموا أن الشيطان ألقى على لسانه، فقال نعم تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، ففرح المشركون واعتبروا هذا اعترافا بآلهتهم. هذه الرواية. وفي رواية أخرى أيضا كلها باطلة، أنه لما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الشيطان نفسه نطق فسمعوه يقول تلك الغرانيق، يعني مدح اللي هي اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى التي سياق الآية يبين بطلانها ويبين كذبها ويبين أنها لا تعبد من الله، تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى، مع أن الله بينا لا تقبل تنفع شفاعتهم شيئا. أول السورة ينقض هذا المعنى. هذه القصة كاذبة أيها الأخوة، وقصة باطلة. ولذلك ليس كل ما تقرؤون في بعض كتب التفسير صحيح، في إسرائيليات، في روايات ضعيفة، فيه وفيه، فلننتبه في بعض المسائل والمعاني التي قد تتكرر على أسماعنا ونحسبها من أحاديث صحيحة أو غير ذلك. وممن جل هذه القصة أيها الأخوة ألف فيها رسالة عظيمة هو الشيخ الألباني رحمه الله، سماها نسب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. المجانيق لما توجع على شيء تهلك تدبر، هذا قضية عسكرية معروفة، نسب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. والعجيب أن الشيخ ألفها رحمه الله عام 1372، أي قبل 66 عام، وقال في مقدمته أسأل الله أن يجعلها ذخرا لي لأني نصرت نبيه ولعلها تنفعه الآن وهو في قبره رحمه الله. لكن قبل الألباني هناك علماء، منهم أيضا العلامة الشنقيطي أيضا في أضواء البيان بيّنها في سورة الحج وبيّن بطلان هذه القصة. لما يلقي الشيطان إلا ينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته، فلو أنه صحيح أن الشيطان نطق لمنعه الله جل وعلا ولا ما سمعه أحد، لأن الله جل وعلا بيّن في سورة الحج أنه لا يمكن أن يلقي على الإنسان شيئا، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. الثاني أيضا كذلك القرطبي والشوكاني كلاهما أيضا تكلم عنها وبيّن بطلانها، وأيضا ممن بيّن بطلانها وفندها أبو بكر العربي رحمه الله جميعا ورحم هؤلاء. فهذه القصة أيها الأخوة تجعلنا نبين أن مثل هذه القصص من إسرائيليات أو غيرها أو الأحاديث المكذوبة أو الموضوع والضعيفة أن نتبين. أذكر أن قبل أيام جاءني شخص يحدثني في موضوع فاستدل كما يقول هو بقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لا أريد أذكر حتى لا أشيعه، فقلت له هو يذكرها على أن أمر مسلم أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت الذي أعرف أن هذا ليس حديثا، فبحثت عنه فوجدته فعلا
ضعفه الألباني قال هذا ضعيف جدا، وإن كان ورد عند البيهقي ولكنه ضعيف جدا، ولعلي لا مانع من ذكر الله حتى نستفيد. وهي قصة الرجل أن الله أمر ملكا أن يهلك أو يختف بقرية، قال إن فيها عبدك فلان فإنه لم يتمعر في وجه فلان، لم يعص الله معصية، لم يعص الله، قال ابي فابدأ فإنه لم يتمعر وجه في يخت. هذه مش شائعة، الصحيح أن هذه ضعيفة، وإن كان ذكر الإمام البيهقي ورفع البعض النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال ضعيفة جدا، والراجح أن موقوف على مالك بن دينار رحمه الله. أنا لا أريد بيان فقط هذه القصة، أنا أريد أقول هناك بعض الروايات، بعض الأحاديث تكون باطلة وتكون مكذوبة، فلننتبه لها ولا ننقلها إلا إذا تثبتنا، لأنه يخشى على البعض أنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا، وإلا بعض الناس غير متعمد، غير متعمد وغير متعمد يعذر، نعم، بجهله. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال العلماء فليتبوأ مقعده، أي هو مكانه الذي لا يغادره، والعياذ بالله، هو مكانه من كذب. كم من أولئك الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في العصور الضعف والجهل من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أكذب للنبي وليس على النبي صلى الله عليه وسلم، أكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة أن تكذب له، اليوم أكملت لكم دينكم، فشريعة الله كاملة لا تحتاج إلى أحد أن يكملها، لا برواية باطلة ولا بغير ذلك. فنحن نحتاج إلى أن نزداد علما لنتبصر في مثل هذه المسائل حتى لا نقع في هذه الأخطاء. وبهذا نكون أنهينا سورة النجم والحمد لله، وتجاوزت عن بعض الأشياء مراعاة للسورة، ولأننا سنبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بسورة الطور، وهي كذلك من السور العظيمة التي نحتاج إلى أن نقف معها وفي دلالاتها، وفيها أيضا من العجائب والوقفات الكثيرة التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيها. وأختم هذا اللقاء فأقول أيها الأخوة، ما أحوجنا إلى الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا، الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا تلاوة وفهما وتدبرا. نحن نعيش أيها الأخوة الآن زمن الفتن وزمن الشهوات، وتتعجب والله ولا عجب، لكن يتعجب الإنسان لما يرى أناس من أهل الباطل حماسهم لباطلهم ولشهواتهم، بينما لا تجد عند بعض، أقول عند بعض الأخيار، هذا الحماس وهذه القوة. ولذلك قد اشتكى عمر رضي الله تعالى عنه من هذه الحالة، من جلد الفاجر وضعف المؤمن. إذا كان عمر في عصر الصحابة والتابعين رضي الله عنه اشتكى من جلد الفاجر وعجز الثقة وضعف المؤمن، وهذا نراه اليوم، أهل باطل يا أخوان، باطل والله باطل، قد يكون كفراً وقد يكون فسخاً، لا يلزم أن يكون كفراً، ولديهم من الحماس والقوة والدفاع ودفاع الأموال في سبيل الباطل، بينما لا تجد عند بعض الأخيار، وإن كان في الأخيار خيراً، من عنده هذا الحماس وعنده هذا الخير، فليخشى الإنسان أن يكون من هؤلاء الذين لا يؤدون هذه الرسالة. كيف يرضى الإنسان لنفسه أن يبقى والأهل الشر يعملون بقضهم وقضيضهم، ينفقون أموالهم ولكن وعدهم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. انظروا ما يدفعون من مليارات في الدول الأخرى في الغرب والشرق مع ظروفهم الصعبة، انظر ماذا تفعل الآن إيران المجوسية، شعبها من أفقر الشعوب أيها الأخوة، وهي دولة بترولية من أجل نشر الباطل ونشر الرفض ونشر هذه الدولة التي تريد أن تسيطر على عدد من الدول، وقد فعلت. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا، وأن نثبت بالقرآن، وأن نحل مشكلاتنا، وقد نزل الله علينا البيان في كل شيء. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يجبر مصاب من أصيب مصيبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.